من أعضاء الجمعية الجغرافية؟ أعضاء الجمعية الجغرافية أولاً الأعضاء حوالي 2000 عضو، منهم 750 عضو عامل. العضو العامل هو عبارة عن حاملة الماجستير أو الدكتوراه وبيشتغل في الجامعات المصرية والعربية أيضاً، وده الأساس بتاعنا. الباقيين بيكون منتسب من دول عربية أو في غير التخصص، يعني واحد مثلاً جيولوجيا عايز ينضم للجمعية يبقى منتسب، ماليش حق الانتخاب او حاجات دي، وانما اللي عندنا 750 دول عاملين جغرافيين 100%، اما الباقي منتسبين من اقسام مختلفه وتخصصات مختلفه. وعندنا عرب ايضا موجودين في الجامعه الجغرافيه المصريه. طب ما هو نشاطهم؟ نشاطهم بينحصر في الموسم الثقافي والنشر العلمي وكل الفعاليات اللي بنعملها في الجمعيه. يعني احنا في حد مثلا، احنا في فبراير الماضي كان في عندنا لجنه من المؤتمر الجغرافي الدولي. يرأسها نائب رئيس الاتحاد الجغرافي الدولي. الاتحاد الجغرافي بيعمل مؤتمر سنوي للجغرافيا في كل 4 سنين زي الفيفا كده. اللجنه اللي جت دي من فبراير الماضي منبثقه عن الاتحاد الجغرافي الدولي، لجنه عن النظم الريفيه والتنميه المستدامه، لاول مره تستضيفها مصر بعد من 100 سنه من 1925. المؤتمر الجغرافي الدولي اللي عملناه سنه 25 برعايه الملك احمد فؤاد او الملك فؤاد اتعمل 2008 في تونس. جميع الدول العربيه ما فيش اي حد، الدول تتصارع عشان تاخد المؤتمر الجغرافي الدولي. المؤتمر الجغرافي الاتحاد الجغرافي الدولي بعت لي جواب بعد ما جم هنا في فبراير الماضي بيدعونا يعملوا مؤتمر المئوي للجمعيه الجغرافيه المصريه سنه 2025 ويعملوا مؤتمر في مصر بنفسهم، هم بيدعوا هذا. يعني احنا الدول بتتصارع عشان خاطر زي الفيفا بالضبط عايز ياخد كاس العالم عنده. وبالتالي احنا دلوقتي بنعتبر جمعيه علميه فعلا لها وزنها على المستوى الدولي. دكتور حسيني، طبعا يعني احنا يعني احد اهداف هذه الحلقه فكره يعني احنا نوجه نداء سريع لانقاذ الجمعيه الجغرافيه المصريه لما لها من اهميه ولما لها من تاريخ ولما لها من فعالية في المحيط العربي والعالمي كله. يعني أولا حضرتك قول لنا الجمعية الجغرافية لمن لا يعلم ماذا تضم، أهم ما تضمه إيه؟ يعني يمكن فيه الجمعية الجغرافية يعني لو احنا قلنا دورها برضو قبل ما تضم إيه لو أذنتلي، الجمعية الجغرافية دورها إيه؟ احنا في طابة ذهب أمين عام الجمعية الجغرافية بالخريطة الخاصة من عندنا وكان عضو في الوفد الرسمي أمام محكمة العدل الدولية وبناء على اتفاقية 1906 قال لهم الحدود من رفح إلى طابة أهيا، ده اتفاقية بين يعني بريطانيا. وثائق الجمعية الجغرافية خريطها وأمينها العام حق اللي شرح للمحكمة كل هذا. وأعجب المحكمة أعجبت جدا به لأنه لقى نفسه يعني اللي بيشرح بأستاذ جامعة بقى. الله يرحمه الدكتور يوسف أو يوسف الحجاج، قال لهم دي الخط أهو، ده هنا 4.5 ميل من العقبة، دي منطقة طابة، دي شجرة أهيا والصورة بتاعت الناس اللي الجنود قاعدين بياكلوا وبيتغدوا فيها، دي العلامة 90، يعني تلك من إنجازات الجمعية الجغرافية. أثبت للمحكمة أن هذه أرض مصرية واقتنعت المحكمة بوجهة نظره عن طريق الخرائط والجمعية الجغرافية المصرية.